خد على ودنه واثنين والنبي انا صور الاثنين والله يا جماعه والله انا صور والله العظيم يا جماعه انا بصور له ديت لقيت الغماز ماشي والله بالاثنين قمت اضربها والله حاول تتمتع وتصطاد وتتمتع بالصيانه انزل طلعت العرب وزي ما قلت في الفيديو بتاع 7-5 اصبر ممكن الدور خدت بالك يقعد معك بالساعه ما يغمس وفجاه تلاقيه خدت بالك ما شاء الله عليه بس اصبر كلهم يا عم ادم والله انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه الحد 21/5 احنا يا جماعه في كفر الشيخ على ترعه العرب وده دور جديد لسه مروق الصبح ده كله كل ده طالع منه. طبعا انا عملت كده ليه؟ من ناحيه يبقى دور جديد بنجربه يعني تغيير ادوار، ومن ناحيه تانية انا عايز احط نفسي مكانك. يعني ايه احط نفسي مكانك؟ يعني انت لو جيت هنا وما لقيتش ادوار مفتوحه هتضطر تفتح دور. عشان كده انا بجرب احط نفسي مكانك. انا بفتح الدور اهو واللي يحصل معايا هو اللي يحصل معاك لما تيجي هنا وتفتح دور. لو حد عايز المكان تعليق بس فين المكان وانا ابعت لك كل حاجه تخص المكان. تابعونا يا رجاله. في ناس ما تعملش لايك، ما تعملش لايك ليه؟ اعمل لايك مش تخسر حاجه. تابعونا يا رجاله. ده يا جماعه الدور بتاعنا بالصلاه على النبي اهو شغال بعلين 3 متر على الدور مرايه غرقانه بعد 3 متر 60 رامي هناك الجهه الثانيه في الشوط الثاني اهو الغمزه اهو. ده للقرموط في تقليب الجهة التانية قرمت حلوة فقلت ارميلها عود كده يمكن ربنا يكرمنا بحاجة تمام. وهنا طبعا العودين واحد طعم واحد غل. طبعا يا جماعة الدور جديد يلا الدور ده جديد اهو بصوا كل ده طالع منه قعدت انضف فيه ساعة كل اللي انتوا شايفينه ده طالع من الدور ده كان كله نفس النظام ده كده. شلت ده كله ده كان هنا كان هنا زيه شلت ده كله وروقتها كده عشان اعرف انزل مرايه غرقانه لان طبعا بحب الدور العفش. العفش ده السمك الحلو كله فيه بياخد وقت معاك في التنظيف ووقت معاك في التحضير بس لما بيشتغل بيظبطها. تابعونا يا رجاله. ولا بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي. البدايه جميله ده اول استفتح احنا رجاله جت لطشه بس هي كانت سحبه يعني. 21/5 الدور الجديد عم ادهم رجاله استفتح ابو سيف فراوله يا هي فراوله يا عم ادهم حبيبي قلبي صل على النبي نهارك ابيض يا حبيبي صباحك عسل احسن واحد والله العظيم انا بحبك في الله حبيبي ربنا يخليك عم وعم عاد هذا الرجل الطيب والبركه ده تسلم يا عم ادهم نهارك ابيض نهارك كنافه بالزبادي ان شاء الله. يلا يا عم تاني حتة علي يا رجالة مع حتة حلوة اللهم صل على النبي اشتغل ارفع عينيك مرفع الصلاة على النبي الصلاة على النبي حبيب قلب اشتغل لي. النهاردة يا جماعة الحد 21/5 خش كمل حتة مع علي يا رجالة اهو ولسه بيطعم في الولد الاولاني خش يا علي ارفع صغيرة شوية عن التانية الله على السحبة الجميلة الله على جمالها وحلاوتها ايوه ليه كده بقى ليه كده البهدلة دي كده بوصلي الدنيا الله ينتم من حاجة عبد الرجالة خد حتة ما شاء الله عليها حتة من قلبك مش تحجوه طعم رجالة مش حجوه يلا 21/5 يا شباب حد الصلاة على النبي عسلية من اللي عامل ازاي جامد ده
الله الله على الغمزة الجميلة. الله والصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، على الفراولة والجميلة. عم ادهم رجالة، بس خدت كمان حتة عسلية بيضة شمعة. طب طلعت العرب، خدت بالك؟ وسمك ابيض من اللي زي الكتاب ما بيقول. ده انت اللي عسل عم حبيبي يا ابو سيد. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي، على ودنه والديل والنبي. انا صور الاثنين والله يا جماعة. والله انا صور والله العظيم يا جماعة، انا بصور له ديت، لقيت الغماز ماشي والله بالاثنين تضربها. الله بالصلاة على سيدنا النبي. مرزق يا عم هذا، الحمد لله. والله العودة يا جماعة، والله العظيم بصور له ديت اللي هو جابها ديت، والواد الثاني في ديت الغماز ماشي، ضربت له الحتة الجميلة دي. قشطة يا عم ادهم. عسلية يا عسلية، كنافة 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 وعسلية. استنى ما اسالك الثاني برضه عشان يبقوا الاثنين في ديه. يلا هات طعم الرجال. الصلاة على النبي، طعم مع المراية الغرقانة. ايه رايك في المراية الغرقانة؟ ممتازة ممتازة. حبيب 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 حبيب. الصلاة على النبي، تعالي تعالي بطتي تعالي. 21/5 الصلاة على النبي. الدور الجديد ده عصر مش عاوز تتمتع وتصطاد وتتمتع بالصيانة، انزل طلعة العرب. وزي ما قلت في الفيديو بتاع 7/5 اصبر، ممكن الدور خدت بالك يقعد معاك بالساعة ما يغمس، وفجأة تلاقيه خدت بالك ما شاء الله عليه. بس اصبر كلهم يا عم ادهم. والله انا قاعد في الدور ده من الصبح، والحتتين اللي معايا زي ما هم في الكيس اهم اهم. انا اللي يفكر اللي يشوف ولا حاجة وريهم بقى. عرفت بس انها بتريح وبتشتغل، بتريح وبتشتغل. الحتتين لسه مطلعهم دلوقتي اهو دلوقتي اهو. بالصلاة على النبي، وحتة لسه واخدتها. بالصلاة والصلاة. بتريح على رجالة بتقعد ساعة وبعدين تقوم جاي مشغلك مرة واحدة. وتشتغل بس يعني غزي الدور شوية علف شوية غلة واظبط. الصلاة على النبي. على رجالة مع حتة حلوة اهو. قشطة حلوة قشطة. اللهم صل على النبي. المكنة لما اشتغلت ظبطت صح؟ عسليات يا رجالة. النهارده كام؟ 21 يا جماعة، لحد 21/5. خد يا علو. قشطة يا غالي. عم ادهم رجالة اهو. طلع لما اشتغلت المكنة حركت المية والسمكة، سمك ابيض نتايات 10/10. يلا 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 على بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ليه كده بس؟ تغفل لي الدنيا ليه كده؟ صل على النبي يا رجالة. حتة عسلية. شوف يا جماعه الشغل اللي عم بقدمه. هذا الصبر الصبر قبل شويه ان شاء الله. تعالى كده تعالى ارفع فوق، ارفع فوق عشان تتفرج. السلام على النبي. ارفع ارفع كده عند وشك كده، ارفع فوق من تحت. شوف يا جماعه الشغل. السلام على النبي. شويه ما شاء الله اليوم. عسليات طبعا مات. طلعت العرب. طلعت العرب يا جماعه. 21/5 مراية غرقانة يا رجال. ابو سيف صاحب قناه مدمن صيد اللي بيدل الناس كلها على الخير. والله العظيم حبيبي يا عم ادهم. والله العظيم وشه وش الساعه حبيب قلبي. واللي يطلع معاه يشوف وش الساعه حبيب قلبي. هو شرب طعام رجال اهو. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قشطه الله غالي. الف هنا وشوف هذه اللي عليكم. الف هنا وشوف عليك. اتفضل ابو سيف. شكرا.